ما التي رأيت في غزة دكتور؟ شاهدنا عدد كبير من الشهداء، عدد كبير من المصابين الذين لم نتمكن من إنقاذهم. شاهدنا كذلك عدد كبير من قطر الأطراف للكبار والصغار. شاهدنا، وأنا كطبيب النساء وتوليد، كثير من الخدج الذين توفوا جراء النسبة الكبيرة التي للولادات المبكرة لجراء الحرب أو لتسمم الحمل من جراء الحرب والظروف الصعبة التي تعيشها النساء الحوامل. ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي من أن المقاومة الفلسطينية تستهدف البنى الصحية والمشافي لأعمال عسكرية، لسجون، حتى للأسرى الإسرائيليين. أنت لك تجربة شهر بأكمله، هل هذا الكلام يحمل أي شيء من الدقة ومن الحقيقة أم لا؟ لا، شخصيا لم نشاهد ذلك، ولو كان ذلك ما يتركونا يعني مدراء المشافي نتجول في المشفى كما نريد ونذهب إلى كل الأماكن، ويعني كل الوفود تتحرك بأريحية. أنا فيما مضى كنت في مشفى الشفاء، وشفت دخلت مشفى الشفاء ولم يكن شيء بعد دخول الجيش الحربي الإسرائيلي. مشفى كمال عدوان لم يكن شيء، مشفى هذو المشافي الشمال ناصر حاليا مطروق، وكنا حنروح له ولكن لا نستطيع لأن هناك إطلاق نار على كل من يأتي إليه. المشافي الذي شاهدت أنا الاثنين، مشفى الأم والطفل برفح والمشفى الأوروبي، حتى صار كالقرية، صار يأوي 20,000 نسمة من ضمنهم كلهم النازحين الذين يظنون أن في المستشفى أمان أكبر. نظن كلنا أن في المشافي أمان أكبر، ولكن يعني المعاملة بهذه الطريقة وهذه الذريعة ولو كانت حتى تكون صحيحة فهي غير معقولة، غير أخلاقية وغير قانونية.